من هو الطبيب الشهير حفيد الفنان الراحل حسن فايق؟ تداول عدد من الحاسبات النشطة على تطبيق الصور والفيديوهات انستغرام صورة للطبيب حازم الشاذلي وأشارت إلى أنه حفيد الفنان المصري الراحل حسن فايق. تحدث الكثيرون في تعليقاتهم عن الشبه الكبير بين الجد وحفيده، ويشار إلى أن حسن فايق لم يكن يحب التحدث كثيرا عن حياته الخاصة، كان يصر على إبقاء أسرته بعيدا عن الأضواء، لكن علم أنه تزوج مرتين، أولهما من نعيمة صالح التي أنجبت ابنتيه وداد وعليا والتي عاش معها 40 عاما أي حتى وفاتها. أما زواجه الثاني فكان من حورية صبور التي كانت تبلغ 30 من العمر، وهو ما عرضه حينها لموجة من الانتقادات لأنه تزوج بفتاة تصغره بسنوات كثيرة، ولأنه لم ينتظر مرور 40 يوما على وفاة زوجته حتى يقدم على هذه الخطوة. يذكر أن اسمه الحقيقي حسن فايق محمد الخولي، وشهرته حسن فايق أحد أقطاب الكوميديا في مصر، شكل ثنائيا بارزا مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ولعب معا أدوار مهمة وبارزة ما زالت محفورة في أذهان المشاهدين. ولد في 7 يناير عام 1898 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية. بدأ مسيرته الفنية مبكرا عندما بلغ من العمر 16 عام، انتقل للإقامة في الأسكندرية بسبب عمل والده في الجمارك، وخلال الحفل الذي أقامه والده بمناسبة حصول ابنه على الشهادة الابتدائية قدم حسن فايق أغاني الشيخ سلامة حجازي بأداء أعجب الحضور، ومن هنا ظهرت موهبته في الغناء والمونولوج. في عام 1914 بدأ فايق احتراف الفن مع فرقة روزا اليوسف في مسرحية فران البندقية، ثم انضم بعدها إلى فرقة عزيز عيد واستمر معها حتى عام 1917. في عام 1919 بدأ في إلقاء المونولوجات وكان يقوم بتأليفها بنفسه. لعب حسن فايق وفق ما ذكر دورا مؤثرا في ثورة 19 من خلال إلقاء المونولوجات الفكاهية التي تسخر من الإنجليز. كان المتظاهرون يحملونه على الأعناق ويسيرون به في الشوارع وهو يلقي المونولوجات الثورية التي يؤديها بخفة ظل فيبهج المتظاهرين، وفي نفس الوقت يلهب حماسهم. وحدث أثناء الثورة أن مرض ولزم الفراش، فبعث إليه سعد زغلول يأمره بأن يعود إلى المتظاهرين ليلقي بينهم مونولوجاته الحماسية. سر ضحكته الشهيرة التي ميزته طوال مشواره الفني وأصبحت جزءا من شخصيته، حيث قال فايق في حوار صحفي أنه اقتبسها من أحد المتفرجين الذي كان يجلس في الصفوف الأولى في المسرح، كان يضحك هذه الضحكة سواء كان المشهد يستدعي ذلك أم لا. كان غريب أن الجمهور من حوله كان ينخرط في الضحك عند سماع ضحكته فأخذها عنه فايق. هاجمته الصحافة بشدة عندما تزوج للمرة الثانية من فتاة اسمها حورية، وذلك بسبب صغر سنها، لكنه دافع عن نفسه بالقول أنه رجل كبير في السن ويحتاج لمن يرعاه ويدير شؤون حياته. لم يكن يعرفه الجمهور على الرغم من انضمامه لفرقة نجيب الريحاني، ويرجع ذلك إلى أن الريحاني لم يكن يضع اسمه على البوسترات الدعائية. لم يكن يعرفه الجمهور رغم نجاحه الباهر على خشبة المسرح، وظل الريحاني هكذا حتى وفاته لا يضع اسم أحد معه في الدعاية. أصيب حسن فايق بالشلل وظل يعاني من المرض طيلة 15 عام، وكان لإصابته بالشلل بالغ الأثر على نفسه. تعرض المحنة الصحية مفاجأة حيث كان جالسا في أحد محلات الأحذية فإذا بفنجان القهوة يرتعش في يده ثم يسقط على ثيابه فخجل من نفسه، وتلفت حواليه ليبحث عمن يجفف له بدلته، وفي ثواني سقط على الكرسي دون حراك. تقدم أحد الأطباء الذي تصادف وجوده في المكان ليقول بأن الفنان أصيب بالشلل النصفي. لم يقتصر الأمر على المرض فقط، إذ عانى أيضا من تجاهل المسؤولين لعلاجه، اضطر أن يرسل مذكرة للمسؤولين التدخل من أجل علاجه، فكان يعالج على فترات على نفقة الدولة. عاش فايق في منزله بعد إصابته بالشلل دون مورد رزق يعينه،
على مواجهة أعباء الحياة، وعانى من تجاهل زملائه له وجحودهم عليه. وعلم الرئيس الراحل أنور السادات فقرر صرف معاش استثنائي له. قبل وفاته أسبوع أصيب بهبوط عام ودخل المستشفى. في يوم 14 سبتمبر من عام 1980 توفى أصحاب صاحب أشهر ضحكة في السينما إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية. من أشهر أفلامه التي شارك فيها حسن فايق عريس الهنا والزوجة 13 ولعبة الست والعيش والملح وسكر هانم وحكم قرقوش والستات ما بيعرفوش يكتبوا وإسماعيل ياسين في جنينة الحيوان وغيرها من الأفلام التي برع في ترك بصمته بأدواره المميزة. قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة للفنان الراحل حسن فايق حيث ظهر فيها هو مع زوجته وبناته، مما يذكر أن الراحل ظل حريصا على إبعاد صور أو أخبار عائلته عن الإعلام والصحافة، إلا أن محبيه عثروا على تلك الصور النادرة ونشروها بمناسبة ذكرى وفاته. يقول حفيد الفنان حسن فايق أن رحلة جده استمرت 50 عاما تقريبا في الفن كان خلالها نجم المسرح المصري. ويتذكر حفيد المهندس حسن الشاذلي أن جده كان مختلف تماما عما نراه ونشاهده في الأفلام، فقد كان عصبي جدا كزوج ومنظم جدا ومثالي وحقاني، ولكن معنا كأطفال فقد كان أقصى شيء هو الزعيق لنا في حالة أغضبنا، كما أنه لم يكن بخيلا كما أشاع عنه، لكنه كان يصرف القرش في مكانه الصحيح، وتعلم هذا من جدتي التي هي زوجته الأولى. لذلك كان حسن فايق من الفنانين القلائل التي رحل عن دنيانا ولديه فيلا في مصر الجديدة ومعمارة أيضا في مصر الجديدة، كما أنه كان شيك جدا في ملابسه وينفق على نفسه بشكل سخي، كما أنه كان يقضي الصيف في لبنان سنويا. صرح أيضا وقال أن جده كان يحب الأكل وكان يعشق الفاكهة وكتابة الأشجار خلال فترة نكسة 67 التي يؤلفها بنفسه ويرسلها إلى صحيفة الأخبار لتنشر في مربع يومي بباب أبو نظارة. هكذا قال الحفيد حسن الشاذلي ذكرياته عن جده.